يسلموا. ارفعي هدول كمان، هلا كاظم بجيب الناس. اغا ما لازم نفطرها للي فوق؟ ايه اعطيها شقفه خبزه وجبنه يوديهن الحال. ماشي. اغا شو في جواهر؟ رحت على بيت عمر وشفت الولد في برجله شامي. اغا هدول المجرمين خاطفين ابن حليمه. الله يهدهم، ظني طلع بمحله. لك كيف رحتي وكيف شفتي؟ لا تكوني كشفتي القصه، بلكي هلا اخذوا الولد وهربوا. شو عملتي يا جواهر؟ طول بالك، تحججت اني عم بارك. هن صحيح تفاجئوا بس ما حسوا مشان شو انا جاي. وعمر المسكين ما له خبر يا حرام، مبين على وشه انا بعرفه، بس فاطمه متكركبه. ولك شفته هي عم تغير له مثل ما قالت حليمه بالضبط، في شامه برجله. شلون؟ اسمعي، صارت شغله تانية. امبارح بالليل اجى مسج على تليفون اقبال، رقم تليفون، انا متهيئ لي انه رقم تليفون برهان. هلا عم بدور على طريقه اتاكد من الرقم، او الاحسن لازم لاقي طريقه خلي اقبال تتصل برهان وتجيبه لهون. يا لطيف، بتصير ما احلاها لو صفيناهم هيك جنب بعضهم البعض. رح تصير، كله بيصير. ها اجيتوا بوقتكم. حليمه ليش اجينا على القصر؟ انتو شو مخبيين لي؟ شو فيكي شوكي لحتى شكتك يا خالة؟ بدنا نحاكيكي كلمتين. ليش متلبكة؟ ايه شو بتحبوا تشربوا، شاي ولا قهوة؟ بس امروا. شايف ليك اجي. شو عملتي جواهر؟ وين اختفيتي هيك؟ مو شو معي؟ رحت شفت الولد، نفس الولد المخطوف، لا تحسسوهم. ايه اسكتوا، عم يطلعوا علينا، اسكتوا. عدي عدي. شوي 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 شوي، هدي هدي. وقف وقف. فتشوا، نزل من السيارة. أغا سيارة نظيفة. روت يسار. يلا. شو بدنا نساوي يا أخي؟ هذا الزلمة عم يفتش تياب العالم. هلا قديش فينا نخلي البنت ببيته لدينار أغا؟ نحن لازم ندبر شغلة ما يخطر بباله نفتشوها أبدا. لو منطالع شي جنازة. إيه ومين الميت؟ هالشغلة بتنكشف بسهولة. نحن هون ما منطلع لقد أصابع الإيدين. الجنازة فكرة ذكية، بس شو بدنا نعمل بالشيخ؟ أنا لقيتها. مين في بعنتاب موثوق؟ أخي شو بدك تعمل؟ بدي وصي على شغلة، يجيبها قبل ما تعتم الدنيا. عندي ابن عم شاب كتير ثقة. منيح. ليك هلا، افتحوا أذانكم. هلا اسمعي يا ست سماحات، لما بدي اطلق مع بنتنا حليمة كنتي جنبها، ما هيك؟ إيه. فتي على البيت واتصلتي بجوزها، هذا مهند. إيه اتصلت. هلا فكري منيح، فتي على البيت قبل ما تتصلي بمهند عملتي شغله. شو عملت؟ اتصلتي بواحد تاني. يعني بمين بدي اتصل؟ اتصلت بجوزة مهند. ليكي نحن معنا دليل ست سماحات، نحن ما رح نعمل لك شيء، نحن عم نحاول نلاقي اللي عاملين العمله. اذا انت بتمسكينا هدول الجماعه بتنعفي، والا انت كمان بتنحرقي معهم يكون بعلمك. هذا الشخص اللي اتصلتي فيه واحد بخوف، بيعمل العملة وبزت على غيره، أكيد بيكون هددك. أنا بعرف هالشي منيح. أنت باين عليكي وحدة نظيفة، يعني ما بتعملي هيك إلا إذا انجبرتي. بيكون هذا برهان أجبرك، ما هي؟ إيه إيه هددني أجبرني، قال لي إذا ما عملتيها بقتلك. ها هاتي لشوف، احكي لي شو عملتوا بالتفصيل. اجا برهان وضغط عليكي وانت وافقتي من خوفي. طيب احكي لنا شو خلوكي تعملي بالزور؟ مثلا اتصلتي برهان، شو قلتي له؟ اتصلت وقلت له حليمه عم تولد. شلون صار بينك وبين برهان علاقه؟ ها؟ شلون بلش هالشي؟ قبل كم شهر اجت وحده ست. ها؟ استني بدنا نفرجيكي وحده. كاظم نزلها لتحت.